ده كان أمل، كان أمل إن أنا أقدم شخصية حتشبسوت. بس للأسف هي التكلفة الإنتاجية عالية قوي عشان نقدم فيلم فرعوني. طبعا هوليود عملت فيلم عن كيلوباترا وقالوا مش عارفه وقتها تكلف 200 مليون دولار حاجه كده. احنا طبعا ما عندناش امكانيات ان احنا نقدر نقدم فيلم عن الحضاره الفرعونيه، لان هذه نوعيه من الافلام مكلفه جدا جدا، بتتكلف غاليه قوي. اتمنى طبعا ان احنا نعرف تاريخنا ونعرف تاريخنا صح، بس مش اي تاريخ، لان في تاريخ يعني لا يدعو للتباهي به، وفي تاريخ فعلا شيء قيم ان احنا نعرف أصل الحضارات في العالم. الحضارة الفرعونية هي أول حضارة في الدنيا كلها، مش في مصر بس. فأول حضارة كانت حضارة نبع من مصر، كان فيها تقدم في كل شيء، يعني في الزراعة والصناعات وفنون الحرب وفنون التحنيط اللي ما حدش عارف يوصل لها دلوقتي، والعلم والطب والفلك كان شيء عبقري، كان شيء عبقري. يا ريتنا نقدر نرجع لورا ونتقدم ونوصل للحضارة الفرعونية واللي كان موجود، الحضارة المصرية القديمة. ناخد من كل شيء في الحياة، ناخد منه إيجابياته ونبعد عن سلبياته. سلبياته بقى اللي هي إيه؟ التفاهات والخناقات والألفاظ الجرحة والتعليقات على موضوعات ليس لها أهمية. ونهتم إن إحنا فعلا نبقى منفتحين على العالم، بنتثقف أكتر، بنتعلم أكتر، بنشوف كل ما هو جديد حوالينا عشان نبقى متطورين وعقلنا متفتح أكتر. لكن للأسف اللي بيستخدموها بشكل خاطئ، أنا بقول لهم ده شيء يعني غير راقي وغير محترم ولا يليق بيكو ويليق بينا كشعوب عربية، إن إحنا نستخدمها للخير وللعلم وللثقافة وللتنوير ولطرح آراء محترمة تطورنا أكتر وقت.